وعودة من بعد الفاصل ودائما من قناة دريم ومن سر الخلطة مع الشيف ريتشارد، كمان مذكركم انه مسخن الفراخ موجود بالفرن، الطعم والنكهة موجودة عم بقلبهم، عم تعطي طعم غير شكل. اكيد نحن بس يخلصوا تقريبا تنحمصهم، نحمرهم ونحمصهم شوي، ننتبهوا ما تحترق ومنقدمه كطبق فعلا شي بيض الوجه. وقت الافطار حيكون عنا تهافت عليه حتى يتناولوه الصيام، وحيكونوا فرحانين بهالطعم والمذاق الطيب. الحساء صار جاهزين، نحن لازم نبلش نسكبها لانه خلصت هجين. الحذا بتدل انه الريحه ولا اطيب، نحن اكيد وقت الصيام رح ندوقها ونتلذذ فيها ونحس حالنا فعلا بهالشوربه. كل يوم عندي عم تستفيدوا بنوع شوربه جديد او حساء. هون شوفوا منظر البندوره، يا سلام كيف تعطي هيك رسمه حلوه لها الشوربة. حبوب الحمص كمان، يا سلام طعم ومذاق رائع جدا، مليء بالبروتين ومميز بنكهة رائعة. ورائق ايدي نحن حتى اخر نقطة. وهون كمان حنجيب محرمة، بدنا نمسحها ومن ثم هالشوربة أو هالطبق الأول صار جاهز للتقديم بنكهة ومذاق رائع جدا. هاي نحن الطبق الأول من الحساء صار جاهز مثل ما شفتوا، ما اخذ معنا وقت كثير مشاهدينا. الطبق الثاني هون دائما تقريبا حوالي دقيقتين او ثلاث دقائق حتى تتحمص الخبزه، ونحن في عندنا طبق الثالث او الطبق الرئيسي جمبري مع الكاري. طبق سهل وسريع كمان، رح نعطيكم فكره اليوم كيف تعملوا طبخه مع الكاري بطريقة انه ما تعذبكم وما تكون اخذ معكم وقت وسهلة وسريعة. خلينا نشوف المكونات ونعود معكم. مكونات جمبري بالكاري، كرات عدد واحد، كرافس عدد واحد، بصل عدد واحد، ثوم عدد اثنين، كزبرة خضراء نصف باقة، جمبري ربع كيلو، بودرة الكاري ملعقة عدد 2، حليب جوز الهند 2 كوب، كريم سائل 2 كوب، طماطم مطحونة 3 كوب، ورق غار عدد 2، ملح حسب الرغبة وفلفل حسب الرغبة. نحن عاوزين الحلة حتى نبلش ونجهز. وأنا هون كمان بدي انتبه مسخن الدجاج بالفرن، دايما نستعمل فوطة لأنه الفرن بيكون حامي. بتجنن أنا هون عم دس الخبزة. مبدئيا صار جاهزة هالقرشة فيها، عم تعطي نوع من القرشة. دايما بلاش نحمل شقفة فوطة حتى ما نحرق حالنا، لأنه النار بس تلطع مزعجة بتضلها تعذبنا على عدة أيام. هون كمان نحن بدنا نسكب المسخن، مسخن الدجاج. لاحظتوا هون الصوت، رح أفرجيكم الصوت، هذا الصوت انه الخبزه تحمصت. واكيد هلا بدنا ننطرها شوي تتبرد تنتلذذ بطعم ومذاق رائع من مسخن الدجاج. هون الجاد دايما بنعطيه حياه، كثير مهمه هيك ورقه خس نتناول مع المسخن.
اوكي صار في عنا المسخن هون جاهز كمان للتقديم. الطبق الثاني كمان صار جاهز. اما الطبق الثالث رح نبلش نجهز هون. اذا كان كل شيء عندنا حاضر قدامنا بحس حالنا نحن مشاهدينا مرتاحين عم نطبخ بطريقه يعني هيك مرتاحين ما في عنا نبكي. شفتوا كيف طلع اول طبق طلع الثاني وعم جهز للثالث وفي عنا كمان طبق رابع باقل من 45 دقيقه. يعني انتم حتكونوا فرحانين وقت في تنظيم مشان هيك دغري ركزوا انه تاكدوا دائما معكم قلم ورقه وتسجلوا كل شيء. هون نحن الكرات والكرفس دائما بذكركم من المواد العطريه اللي بتعطي طعم ومذاق رائع. يعني هون نحن اذا في حال كسرنا الكرات الكرفس عفوا بنحس بريحه فعلا رائعه. الكرات وهو بصل ولكن بصل انعم بنكهه البصل العادي. يعني بصل نكهه مميزه وبصل بنكهه كمان مميزه. مشان هيك نحن بندمج الكرات مع البصل تيعطينا كل هالنكهه والطعم المميز. هون نحن طبعا الكاري رح ضيف هون حطيت شويه حامض لحتى اغليها من التقاليد الهند بحطوا نقطة حامض وبخلوها حتى تتبخر مزبوط تعطيها نكهة الليمون بقلب الحلة. يعني فينا نسكر نحن الحامض حيتغلغل بقلب الحلة ويعطيها ريحة كثير حلوة. هون كمان بدي أعطيكم ملاحظة مشاهدينا، في حال عندنا مايكروويف بالبيت بس نسخن الأكل دائما المايكروويف بنحس نحن عم نفتحه في طعمه شوي غريبه. اكيد بنجيب حامضه، اذا في حال كان عندنا حامضه نحن هون الحامضه بنقص او عندنا حامضه قصيناها واستعملناها ما نكبها بالزباله. بنحط الميكروويف الحامضه بنعيرها دقيقتين من الوقت. حراره الميكروويف او الريون اكس اللي بيضرب على الحامض حيعطي ريحه حلوه للميكروويف. هيدي معلومه كمان لازم ست البيت اذا بس تفتح الميكروويف تشم ريحه نص حامضه لو كانت مستعمله تحطها بقلبها وتدور دقيقتين حيعطيها نكهه وريحه حلوه كثير للميكروويف. هون هيك نحن عملنا بهالحله اعطيناها ريحه حلوه كثير لهالطبق. بتجهنين ريحه حلوه كثير. انا هون رح ضيف زيت الزيتون مع زيت النباتي واكيد هون عنا الكرات والكرفس والبصل والثوم. بدنا نبلش نفرم ونجهزهم واكيد الكزبره الخضراء ما ننسى وكثير مهم نستعمل ورق اللوري كثير. يعني حتى لو بالشوربه حطيت ورقه بتعطي نكهه، بقلب الكاري بتعطي نكهه، بسلق الفراخ بتعطي نكهة، بسلق اللحم بتعطي نكهة. هون نحن رح نبلش نفرم الكرات والكرافس. كمان فرم رفيع إلى حلقات رفيعة مستديرة. يا سلام. كمان هون رح افرم البصل كله رح يدوب على النار. دايما بنتابع الاصابعنا وكمان متابعة فرم البصل. بهالشكل هون رح ضيف بلشنا نسمع صوت الزيت مثل ما ذكرنا طنجة بتعيطنا. يعني وقتها نحن نسمع هالصوت مشاهدينا انه وينكم يا جماعة؟ فينكم؟ وين رحتوا؟ ما انا ناطرتكم هون